أكيد لكل إنسان بالحياة في عنده هدف أو مشروع بالحياة حابب إنه ينجزه. هذا الهدف أكيد بيفرق من شخص للثاني. اليوم في كتير أشخاص هدفه بالحياة هو الدراسة، العمل، النجاح، الزواج، وأكيد كل شخص له طريقته وإله وقته بإنجاز هذا الهدف. ولكن الأهم إنه نحن دائما ما نستسلم لأي تحديات أو صعوبات بتواجهنا خلال مشوارنا، وأكيد نكون دائما يا ليلى جنب الأشخاص الداعمين بالحياة. تماما يا هايدي، ومن الضروري انه دائما كل شخص يكون عنده اهداف بحياته، لانه تماماً. الشخص بلا اهداف وبلا طموح اكيد حياته ما إلى معنى. صحيح. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، عن كيفيه تحقيق الاهداف، كيف فينا نصنع الاهداف، وطريقه تنظيم واداره الوقت، وعلاقته بينها وبين تحقيق الاهداف لحتى الشخص يطمح ويوصل للهدف اللي بده اياه بطريقه مناسبه. واكيد اليوم الوقت عامل كثير مهم لتحقيق الاهداف، نعرف نحن قيمه الزمان والمكان كان المناسب لتحقيق أهدافنا. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الاختصاصية الاجتماعية رندا عليدي. بيسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كتير مهم. أكيد نحن بنعرف إنه الهدف هو يمكن أساس حياتنا، والإنسان اليوم بدون أي هدف ما إله أي حياة. خلينا نوضح اليوم، نخبر المشاهدين نحن كيف بنقدر اليوم نصنع ونحدد أهدافنا بطريقة صح. دائما لما نحن بنكون عنا حياة صحية متكاملة، طبعا نحن بكون في عنا توافق الصحة النفسية مع شعور الشخص بالإنجاز. لما بكون أنا عندي هذا الشعور بالإنجاز، فمعناتها أنا عندي أهداف معينة عم بحققها. دائما بتختلف الفئة العمرية باختلاف مع نوع الهدف، باختلاف المدة، طريقة تحقيق هذا الهدف. مثل ما ذكرتي كيف أنا في حوالي أشخاص داعمين للموضوع، مو دائما الظروف بتجي معنا لحتى تساعدنا لحتى نبني أهدافنا ونحققها. لهيك الهدف هو إنه يكون أنا عندي فكرة أساسية أسعى لإني حققها. دائما في إلى مدى بعيد وفي إلى مدى قريب. دائما أنا لما بدي حط الأهداف مثل ما ذكرتوا لازم يكون في عندي مدة زمنية لحقق هذا الهدف، وفي استراتيجيات معينة أنا بحاول أشتغل عليها لحقق هذا الهدف. في حال كان كل ما أنا في أشخاص لما بتحط أهداف بتصير مع إحباطات، بتتراكم هاي الإحباطات، فنحن بنطلع من موضوع تحقيق الأهداف وبناء مستقبلنا لنفوت بدوامة تانية اللي هي عدم الشعور بالإنجاز، عدم الشعور بالراحة اللي بترافق معه كتير مشاكل نفسية تانية. لهيك نحن دائما من عمر صغير بنحاول نشتغل على هذا الموضوع، ونبلش بأعمار صغيرة نعلم الفئات الأطفال والشباب المراهقين كيف يضبطوا أولوياتهم لحتى دائما يكون عندهم أهداف محققة. كمان يمكن من الضروري يتعلموا من صغر أنه في أهداف فعلا صعبة وبدها تعب، لكن لذة الوصول لهذا الهدف كتير ممتعة. كمان الأهداف لها كتير من الأنواع، خلينا نحكي ونتوسع أكثر عن أنواع الأهداف. هلا رح نحكي عن جزئين كتير أساسيين، هي الأهداف القريبة والأهداف البعيدة. دائما كيف يعني؟ مثلا أنا كطالب ممكن مثلا أقول إنه أنا بدي أطلع أدرس مثلا هندسة أو أدرس طب أو أدرس بأي مجال معين. لحتى أوصل لهذا الهدف البعيد فأنا لازم أبدأ من نقاط قريبة وأساسية اللي هي الأهداف القريبة، اللي هي مثلا كيف نظم وقتي، كيف حقق هدف معين اللي هو مثلا اجتاز امتحان معين اللي ممكن يأهلني للوصول للهدف البعيد. فهون نحن بنرجع لحتى نعمل تجزئة للهدف البعيد بأجزاء بسيطة، خطوات بسيطة قريبة. هي أهداف تتدرج من الأبسط للأصعب. دائما في فكرة بيقولوا لك إنه أنت لما بيكون عندك مجموعة مهام قريبة بلشي بالأصعب لحتى تاخذ وقت أطول شوي، ولكن كل شيء بعدها بيصير سهل. أنا كمان مع فكرة نوع الفرد لما كان اللي عم بيحاول يجزئ مهامه ويحققها، كل ما كان في
في فئات بتكون عندهم حساسية عالية من وما عندهم مقاومة جيدة للإحباط، فأنا هاي الفئة من الناس بشجعهم إنه يبلشوا بالأهداف القريبة السهلة اللي بتعطيهم الدافع دائما لحتى حقق الهدف اللي بعده، وهيك بيكون قدر يجزئ وقته ويرتب أولوياته لحتى ينجز خطوات يمشي فيها بطريقة سلسة وسهلة أرجي إنه الهدف البعيد ممكن إني أنا حققه، مو إنه شيء مستحيل. صحيح. اليوم أكيد في مراحل عديدة، في خطوات عديدة رح يمكن اليوم نحنا ننجز هي الأهداف، ويمكن دائما البدايات بتكون صعبة على كل الأشخاص. خلينا نوضح للمشاهدين شو هي المراحل اللي ممكن يمر فيها الشخص لحتى فعلا هو يوصل للهدف اللي بده إياه. ممكن أنا أكون كشخص ما لي قدران أفهم هذا المعنى المجرد أو المفهوم المجرد للهدف أو شو يعني هدف قريب وهدف بعيد، لهيك أنا لما بيكون دائما عندي بأي مرحلة عمرية عندي شيء شايفه أنه أنا لساته هو بالنسبة لي مجهول أو ما عم بقدر أخذه بطريقة حسية ملموسة، فأنا دائما بتوجه للورقة والقلم. كله مثلا بيقول لك لا انا ما علي بسجل نوت على موبايلي، انا بسجل نوت مثلا خلص انا بحفظها ما في داعي اسجلها. كثير مهم انا الفكره اللي براسي فرغها على ورق، شوفه بعيني واكتبه بايدي، حسه فيه وانا عم بكتبه. لما بحط قائمه المهام اللي انا مطلوبه مني، هون بلشت اقدر احصر الخطوات اللي انا بدي اعملها. فانا ببلش اول شيء بشيء اسمه الجدوله، اللي انا ممكن احط جدول للمهام بتتدرج حسب نفسيتي وحسب انا امكانياتي، او من السهل للاصعب او بنجز الاصعب بعدين بنتقل على السهل. هلا الموضوع الاساسي بعدها هو تنظيم الوقت. انا اقدر نظم وقتي لحتى اقدر اعرف انه هاي المهمه ممكن تستغرق وقت اكثر من المهمه الثانيه، ما اكون دائما مندفع لحتى لما بيكون في عندي هاي الاندفاعيه فهي تخلي الانسان يتصرف بدون ما يفكر، فبتخليه يحرق مراحل ممكن ما تكون صحيحه، او بالعكس تخليه ياخذ فترات اطول بخطوه معينه تخليه يقصر للخطوات اللي بعدها. بعد ما انا بدي اشتغل على موضوع الجدوله واشتغل على موضوع تنظيم الوقت، كثير مهم انا هون رتب اولوياتي. دائما في عندي انا شيء مستعجل وشيء مؤجل، دائما ببلش بالمستعجل. في كثير انا عم شوف اشخاص حتى بعملهم بيروحوا بيسابقوا لحتى ينجزوا الاشياء المؤجل اللي انا ممكن كثير اعملها امتى ما بدي بالوقت اللي انا بدي اياه، فبلاقي انه بلحظه انه انا صرت بالحد الفاصل اللي انا خلص مزنوق، انه انا بدي انجز مهام ومضطر عليها بس ما عندي الوقت الكافي. هون بوقع بمشاكل اللي بتخليه عنده تقصير معين او انجاز غير كامل غير ما لو حاطط الرؤيه تبعه. هلا بدنا ننتبه لكثير موضوع مهم، في اشخاص بيستغرقوا بالتنظيم وقت اكبر من الانجاز الفعلي، كمان هذا لازم انا اكون دارسه بعنايه، ما يكون حط وقت كثير كبير بالتنظيم فانا وقت التنفيذ ما اكون قادر اني نفذه، ما عندي الوقت المناسب، او بالعكس انه شو هذا انا بدي ضيع وقتي، لا يلا خليني بلش، لا معلش خليني اعطي وقت مناسب ولو صغير، هذا حيخليني كثير اختصر وقت واختصر مراحل بطريقه صحيه وصحيحه لحتى اقدر انجز اوصل للهدف اللي انا بدي اياه. طب احيانا بنشوف بحياتنا في اشخاص عندهم اهداف ومندفعين حتى قادرين اليوم انه يتحدوا كل الصعوبات اللي بتواجههم ليوصلوا للهدف اللي بدهم اياه، على العكس تماما في اشخاص ما عندهم ولا اهداف بالحياه. اذا بدنا نقيسها خلينا نرجع شوي لمرحله البكالوريا، في طلاب بتلاقيهم من بدايتهم مراحل البكالوريا عم ينجزوا حاطين هدف في بالهم، انا بس خلص انا عم بشتغل على علاماتي بدي فوت على الفرق، على العكس الثاني في طلاب بيكونوا عم يدرسوا بس ما هم حاطين ولا اي هدف بحياتهم، وهي الشغله بنقيسها على كثير اشخاص بحياتنا انه اليوم بتلاقي قاعد ما عنده اي هدف ولا طموح ولا شيء ولا بيفكر لبكره، ما عنده تفكير. هدول الاشخاص شو السبب اللي بيخليهم يوصلوا لهي المرحله؟ تراكم الاحباطات البسيطه. كيف يعني احباطات بسيطه؟ يعني مثلا انا درست اليوم درسي، ثاني يوم اجتي سمع عم ما طلعت كثير حافظه،
في فئة مثل ما ذكرتي حترجع يكون عندها إصرار ودافع لأنها ترجع تقرأ مرتين وثلاثة لحتى تجتاز هذا الامتحان. هذا الإصرار والدافع ما بيخلق من العدم، هذا بيكون موجود بحكم الظروف البيئية المحيطة بالطالب، يعني أهل داعمين، مدرس داعم، مادة علمية إلى وقت كافي لحتى أنا أقدر راجعها وأدرسها، موضوع القدرة النفسية كطالب، أنا عندي صحة نفسية تخليني دائما وثقة بالنفس تخليني دائما أرجع أبدأ من الصفر، وهي شغلة كتير صعبة. كتير صعب تشعري بفشل بنقطة معينة ويضل عندك هذا الدافع والإصرار لأنك تبلشي من جديد أو تبلشي من الصفر ولا كأنك عاملة شيء. في فئة تانية اللي مثل ما قلتي إنه لا، هن ما عندهم أي دافع، خلاص جربنا مرة ما مشي الحال، فأنا حجم الإحباط صار عندي كبير، ما عاد صار عندي هذا الدافع. الأهل بيكونوا داعمين ليشجعوا هذا الإحباط إنه أي خلاص يلا ما فلحت هون بتفلح هون، أو بيكونوا بالعكس بيكونوا كتير عندهم درجة عالية من القلق والتوتر، فهنا بينقلوها لطلاب ولا أولادهم فبيخلوها تكون موجودة، ودائما نحن هذا القلق إذا ما كان بالدرجة المناسبة بيصير بيتحول ما يكون يخلق دافع عند الطالب لحتى يخليه بالعكس يخليه شخص انسحابي أو شخص انفعالي، تستمر معه يمكن مدى الحياة. تماما بتلاقيها صارت طبيعة بالحياة العادية بالشغل بالبيت، حتى لو بده يكون أسرة فحتلاقي يا بياخد طريقة من تكيفه اللي هي الانفعال الغير مدروس أو الغير مناسب، أو بالعكس الانسحاب. تمام. اليوم يمكن في فروقات فردية أكيد بين الناس بطريقة أو مدة إنجاز هي الأهداف، تلاقي في كتير أشخاص اليوم هي بتأنجز الهدف يلي عم تسعى له خلال فترة زمنية كتير قصيرة، بينما ناس تانية نفس الهدف ولكن بتاخد وقت كتير طويل. شو السبب اليوم وقدي لازم ما نستسلم أبدا، مهما يعني نراعي أنه لا، كل واحد له وقته له ظروفه، ما لازم نتقلد بالناس، لازم نضل مركزين على هدفنا لبين ما تحقق هذا الهدف. هلأ هون نحن بنرجع لما بيكون أنا الشخص قادر تماماً لأنه يقدر يعرف إمكانياته. نحن هون بنرجع لموضوع الثقة بالنفس وموضوع لما الأهل بيبلشوا يربوا أولادهم يعطوهم حجم أكثر من اللي هن بيستاهلوا، أو يعطوهم نظرة عن نفسهم غير مناسبة للواقع. دائما نحن في عنا فروق فردية، لازم دائما نحن نعزز إنجاز ابننا على حجم إنجازه مو أكثر ولا أقل، فهو بيقدر يكبر ويوصل لمرحلة المراهقة والرشد قدران تماما يقيم نفسه إنه أنا هذا إنجازي وأنا هي إمكانياتي، ما أحط طموح أنا ما أقدر أنجزه. وبنفس الوقت موضوع الوقت اللي قلتي في ناس تنجز، ممكن في ناس تشتغل تحت الضغط بتعطي إنجاز كتير ظريف، في ناس لا بدها لازم تاخذ وقتها. هون بنحكي على إدارة الوقت وكيف أنا في للأسف فئة من الأشخاص بتكون عندها استغراق بالوقت، فهي بتعيش ضمنه ما بتقدر بتقول إنه أنا مثلاً مفروض خلص هذا الموضوع بنص ساعة، فأنا لقيت حالي أوف قاطع معي ساعتين. فهذا اللي بخليني أنا استغرق بهذا الوقت وما خليني تماما نعيش معه وعاله، هي كمان بدها التدريب اللي أنا دائما أنا بنصحهم دائما لما بتحسوا حالكم من هاي الفئة دائما متأخرين، دائما في عندكم أشياء عم تحسوا الوقت عم يسرقكم فيها، يشتغلوا على التايمر دائما يعينوا وقت مناسب لإمكانياتهم وقدرتهم بإنجاز حسب المهمة وصعوبتها، يكون في نسبة وتناسب فيها، عير وقت وانجزها خلال الوقت المحدد. وبلش أنا حدد لحالي انه انا اليوم اخذت 10 دقائق زياده، المره الجايه بدي اخذ لازم 5 دقائق، هيك لحتى دائما انا اخذ وقت مناسب على حجم صعوبه المهمه اللي انا بدي اعملها ونفس الوقت ضمن امكانياتي.
لكن هيك بالنهاية يعني اليوم قديش في أشخاص بيتعرضوا لأحباطات وهنن بطريقهم لتحقيق الهدف، لأشخاص سلبيين وإيجابيين، لكن أحياناً في أشخاص بيتعرضوا لمواقف سلبية مثل ما ذكرتي أنه بتحبطهم خلص بيوقفوا. خلينا نعطي شوية نصائح للأشخاص اللي قادرين فعلاً أنه يحققوا أهدافهم، لكن شوي يمكن الظروف أو المحيط اللي حولهم ممكن يحبطهم ويوقفوا عن تحقيق هالهدف أو يوقفوا أنه يمشوا بطريق تحقيق هالهدف. دائماً أي مهمة أنا بدي أعملها شو من كانت بحياتي، لما بحس حالي أنه ما قدرت أنجزها أو حسيت بإحباط معين فيها أرجع خطوة لورا، يعني أرجع بهدف لورا، أعرف أنا وين الثغرات اللي أنا عندي إياها وبلش أشتغل عليها. ما أشتغل، نحن للأسف نشتغل على سطح المشكلة، يعني نحن خلص أنا مثلاً ما جمعت علامة منيحة أو كان ما صرت مثلاً أتكرم بشغلي بدرجة معينة، فأنا بركز على هذا التكريم أو بركز على هاي العلامة، لا أنا لازم أرجع خطوة لورا وشوف يا ترى مين الأشخاص اللي حوالي كانوا سبب بتراجعي. هل هو مثلاً ممكن يكون جروب واتساب عام لأنه أنا درست أكثر منك، أنا لقيت المادة كتير صعبة، فأنا بصير عندي كطالب خوف فموعد بحس حالي أنه فعلاً هي صعبة. بحاول أتجنب هدول المنغصات ودائماً وصل رسائل، إذا ما كانوا أهلي مثلاً خصوصي بمرحلة البكالوريا كانوا ضاغطين لإلي كطالب، كتير أنا حاول أحاورهم ونبههم أنه لما هذا قلقك معلش انا بدي اخذ وقت اكثر عليه. اكيد. بالختام كنتي معنا الاختصاصيه الاجتماعيه رندا علي ديب، شكرا لك ولوجودك معنا ولكل المعلومات المهمه اللي قدمتيها لليوم. اكيد بدنا نتشكرك ونتمنى للجميع تحقيق الاهداف اللي بيتمنوها. شكرا لك، بقيه نهار حلو.